لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الإمارات، لكن هو قرر أنه يصحى علشان يتلقى التهنئة مننا ومن حضراتكم على الهواء مباشرة. حسين الشحات، أهلا بيك، مبروك هدفك، مبروك الفوز والتأهل لنصف نهائي المونديال. حبيبة حبود، ربنا يخليك يا حبيب، الله يبارك فيك، وشكرا كابتن ميرا على كلامك الجميل دوت، وربنا يخليك يا كابتن. مبروك يا حسين، الف مبروك. الله يبارك فيك. احنا فرحانين بيك، عشان كده صممنا نصحيك من النوم نبارك لك، لان الحقيقه الاداء ممتاز جدا والهدف جميل جدا، وكمان في الاخر تاهلت للدور اللي جاي نصف نهائي المونديال، فمليون مبروك. ما الحمد لله، دي كانت اهم، يعني كانت اهم ان انا اسجل او اي حد يسجل، اهم حاجه انك توصل مربع تلعب، فدي كانت حاجه مهمه، والحمد لله يعني بعد اللي حصل المباراه اللي فاتت كمان، يعني كانت حاجه صعبه في وسط ملعبك 3-0 الشوط الاولاني. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نرجع تاني ونكسب، فدي كانت حاجه الحمد لله مدينا حافز ان احنا ننافس على البطوله. يعني خلاص بعد اللي حصل ده ما ينفعش على فكره البطوله، بس الحمد لله قدرنا نعمل كده، ومن اول دقيقه قدرنا ان احنا نسجل من النهارده اختبارات دي، فالحمد لله يعني حاجه مهمه وربنا يكرم ان شاء الله. هو الرقم القياسي كمان، يعني كونوا انه مصريين قليلين اللي سجلوا في المونديال، ابو تريكه، عماد متعب، والسيد حمدي، ودلوقتي رابعهم حسين الشحات، فاسمك اتضاف برضو في التاريخ كلاعب مصري بيسجل في كاس العالم للانديه. حسين، الحمد لله الحمد لله، وربنا يكرمه وتجمع على خير واخد البطوله كمان ان شاء الله. طيب يعني بتكلم على الجزيره الاماراتي، السنه اللي فاتت وصل للدور ده لكن خسر من ريال مدريد، حاليا انت اهلته لمقابله ريفر بليت، شايف ازاي طبعاً الماتش ده يوم الثلاث؟ طبعا يعني مباراه طبعا صعبه على الفريقين، يعني مش عارف بس على الناحيه، بس طبعا مباراه يعني هم بقالهم فتره، بقالهم بيجي اسبوع ولا حاجه، بس احنا بنلعب بقالنا مباراتين، فدي حاجه صعبه جدا، دي اقل من 5 ايام 6 ايام ثاني مباراه لينا، صح يعني احنا بقى مكابين فيها، بس ان شاء الله هنقدر نكسب، واللعيبه كلها على يعني احنا خطه واحد، وكلنا ان شاء الله عايزين نعمل حاجه، فان شاء الله نقدر نعدي ان شاء الله في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، وتتاهلوا بقى لمواجهه يمكن ريال مدريد في النهائي. طيب مش قادر دلوقتي، فحاجه كويسه. طيب يعني هو الماتش النهارده يمكن اتسهل شويه في بدايته بالهدف المبكر، بعديها عرفتوا تسيطروا على انه الترجي ما يرجعش، لا انتوا اللي تسجلوا الثاني والثالث، فالماتش كان بالنسبه لكم سهل؟ لا ما فيش حاجه طبعا، انت عارف مش مباراه سهله خالص، بتلعب كاس عالم تبع فرق واخدين بطولات في الجو، فما فيش مباراه سهله، ما فيش فريق جاي سهل اللي هو جاي يجيب شرف، لا طبعا احنا كنا جايين ومركزين وعاملين حساب الترجي جدا، وكنا محترمينه جدا، فعشان كده ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نقدر نجيب جول من اول دقيقه، فدي كانت الحاجه الاهم ده. الحمد لله قدرنا نعمل كده، وبعد كده جبنا الجول الثاني، وفي اول ربع ساعه في الشوط الثاني برضه قدرنا نجيب الجول الثالث، فالحمد لله نهينا المباراه. طب انا هقف عند الجول الثاني شويه حسين، الحقيقه ان كنت بقول تلاعب بدفاع الترجي، عايزك تتكلم انت شويه عن الجول ده، فكرت في ايه؟ كان في توفيق الحقيقه، لكن كان في دقه كمان في توجيه الكره. والله انا الحمد لله يعني ده يعتبر من النهارده كمان كنت بلعب مركز بالنسبه لي، وانت عارف انا لعبت كل المراكز. ايوه النهارده كنت بلعب سترايكر، كنت بلعب مهاجم صريح. مظبوط. بالنسبه لي كنت يعتبر بروح الجول كتير، يعني حتى في اول 30 ثانيه كنت اسجل جول في دماغي. ايوه. هي دخلت الجول في الكوره، ف الكوره اما اتلعبت من كاو الريان انا جريت من الناحيه الثانيه على طول. بلعب كان عايز استلمها بيميني وعلى قدام واشوطها بالشمال. الكوره جت لورا عدلتها وشفتها ببطن رجلي من بعيده. توقعت ان الكون مش هيبقى شايف من وسط اللعيبه، فقلت الحمد لله، قلت احطها في بعيده فتصد وتروح يعني. فالحمد لله يعني ربنا كرمني وقدرت ان انا احرز حاجه مهمه. الحمد لله. طيب انا هقف عند كام نقطه كده في الماتش النهارده، بعد هدفك تحديدا والاشاره اللي عملتها بايديك على عينيك، الناس كلها فسرتها تفسيرات كتيره جدا، عايز اسمع التفسير من حسين الشحات نفسه. والله المشكله يعني التفسير دوت، والله انا ابني بقى له فتره عمال يعمل لي الحركه ديت، فهو بيقول لي ما تجيب جول يا بابا اعمل كده. فانا عملتها، فهي دي ما اعرفش بقى هو شاف بقى مروان والله شاف ايه بصراحه، عشان ما اكذبش عليه. انه ده هو يعني هو بقاله فتره عمال يعمل الحركه دي، فانا عملتها والله عشان خاطره. وبرده بعد المباراه عملت حركه سبايدر مان، لان برده بيفضلوا يقولوا لي على حاجات غريبه كده. ولادك ربنا يخليه لك يا رب. ربنا بحبهم والله، يعني بعمل لهم الاحتفالات بتاعتهم. تمام، كلام جميل جدا، لكن اللقطه برضو الابرز بعد اللقطه دي وبعد هدفك كانت الثلاثه اللي عملتها عند ودنك، وانت لعيبه الترجي مستفزه من التاخر بثلاثيه،
حابب اعرف كواليس اللقطه دي حسين. والله والله اللي حصل في اللقطه ديت اللي انا اتضربت الكوره وضربت كذا مره, فانا اتضربت فانا ما كلمتوش, لقيت واحد بيشتمني وبيضربني, فانا ما صراحه ما قلتش اللي هو بضربه ولا عامل, انا كده كده كسبان اللي هو بدل ما انا مثلا اخد الدور ثاني واتكلم ولا حاجه, انا قلت اعمل حركه الثلاثه ديت هي جت كده بس, فهم لقيتهم بس هي دي كانت الحركه يعني. بعدها والله انا عايز اقول لك والله يعني مش عارف مش عارف اقول لك ازاي على الهواء. ايوه صفى على شتمت وبص بعد الحركه دي لحد اخر المباراه. اه ما هي مستفزه بصراحه, لكن انا بحييك على انك ما خرجتش عن شعورك, يعني انت حتى لو كانت هي حركه مستفزه لكن في الاخر انت ما يعني ما شتمتش ما ضربتش رغم ان الناس كانت بتزقك بشكل قوي يعني. لا الحمد لله والله, انا عملت الحركه دي بس اللي هو غضب بس, ما تعملهاش تاني يا حسين. ده مش هعملها خلاص. ايوه خليك في اللعب احسن, ولعبك هو ال بس الحركه اللي انا عمال اتشتم والله يا كابتن. انا عارف عشان كده بقول لك ما تعملهاش. ابو تريكه كمان غير الكابتن ده, السيد ابو تريكه هو بيحلل الماتش قال ان حسين ما كانش المفروض يعملها. طبعا كلمك ابو تريكه بعد الماتش, كلمني فين النهارده؟ بارك لك بارك لك. بارك لك. كلمك الفتره اللي فاتت بشكل عام حسين؟ لا هو بارك لك طبعا يعني حاجه كبيره اللعيبه المصريه كلها يعني. اتمنى طبعا تتفعل زي كابتن محمد افريقيا اخر يوم وفيها, فدي حاجه كبيره بالنسبه للعيبه كلها زي ما دلوقتي الناس كلها بارك له طبعا انا احسن لاعب في افريقيا, فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره. ده طبعا بمثل حاجات كتير, فانا بحبه جدا على المستوى الشخصي زمان هو مثل يعني مثل الاعلى, ف دي حاجه كبيره بالنسبه لي. احنا كلنا بنحبك على الناحيه الثانيه يا حسين, لانك الحقيقه مشرفنا وبتقدم اداء بترفع بيه اسم مصر في المحافل الدوليه زي دلوقتي, لكن عايز اقول لك ان الفرحه كانت مضاعفه النهارده, لان غير ان المصريين بيشجعوك الاهلاويه بشكل خاص كانوا بيشجعوك عشان بتلعب الترجي وعشان انت اهلاوي وعشان كسبتوا ثلاثه, فكانت نتيجه الحقيقه بترد برد قوي على الترجي, فانت كنت حاطط دافع اعتبارك وانت بتلعب الترجي اللي كسب الاهلي؟ طبعا يعني طبعا انت بترافيكا كسب الاهلي يعني الاهلي كسب يعني بطريقه غريبه كان الناس كلها ما كانتش متوقعه كده, بس يعني النهارده طبعا كنت بلعب الترجي, الترجي فريق كبير واللعيبه كلها كويسه جدا, يعني بتفرق بقى الترجي كان جاي تحس هو مستخسر مثلا الحكم جاي فاكر ان هو يلعب العين العين كان بيلعب فريق عادي فدخل ثلاث اجوان ايوه والله انا هكسب كده, بس فاحنا كنا مركزين صراحه اللي هو احنا جيت العكس احنا اللي كسبنا يعني, واحنا اللي قدرنا نسجل وقدرنا نحافظ على المباراه يعني يعني مزاجنا. ايوه بس حسين الشحات في يناير اخباره ايه؟ انا عندي مباراه بعد ثلاث ايام والله اعلم. ربنا يوفقك. اجابه منطقيه بصراحه بس لازم اسال السؤال. لا ربنا يوفقه ان شاء الله ويوصل لمراحل متقدمه كمان باذن الله ان شاء الله, وبعد ما تخلص البطوله نبقى نسال السؤال مره تانية. حسين انا بشكرك مره تانية, مبروك وان شاء الله مبارك لك يوم الثلاث على التاهل للنهائي في بطوله كاس العالم للانديه, نورتني ومبروك مليون مبروك, وممكن تروح تكمل نومك, بعتذر لك ان صحيتك من النوم. كابتن ضياء على ذكر حسين وانا سالته اخر سؤال عشان اربط بقى بيه, الاهلي بحثا عن صفقات بيضم صفقة تلو الأخرى, أعلن عن ثلاث أسماء وأعلن النهاردة عن اسم من ضمن المرشحين وهو قريب جدا من قيادة الأهلي, بتكلم على مارتن لاسارتي. إيه رأيك في الموقف؟ هو الموقف ما زال غامض لأنه الموقع الرسمي بيعلن أنه لسه هيتفاوض, وكنت أفضل أنه يعلن أنه تفاوض وإنهاء التعاقد مع فلان الفلاني مدربا للنادي الأهلي للفترة من كذا لكذا. شايف ليه الخبر نزل بالشكل ده؟ الخبر بيقول انه الاهلي عايز يعمل حاجه بسرعه عشان الجمهور قلقان, علشان الناس قلقانه, الموضوع ماشي ببطء شديد جوه النادي, ماشي القرارات الشيل كانت سريعه جدا, وقرارات التفعيل او ترتيب البيت او ترتيب قطاع الكوره بطيئه جدا, خصوصا بعد الاجتماع الاخراني لم تناقش حاجه في الكوره, فجمهور قلقان عايز يطمن, وبالتالي لمجلس الاداره عايز يطمن الى حد ما الجمهور شويه, يقول لهم احنا اهو شغالين يا جماعه, هم فعلا شغالين.
شغالين ببطء شويه، في بطء طبعا شويه، لانه انت كمان المباريات متلاحقه والناس عايزه، مش شايفه حاجه تطمنها من الفرقه، فالناس مستعجله كمان. وانا بقول ان عمليه اختيار مدرب، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.